أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ورنا وقفة. نتعرف على احتمالات خروج الصومال من أزمته السياسية بعد قرار الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلغاء التمديد لولايته وتكليف رئيس الوزراء بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، كما نناقش الصعوبات التي ستعترض إجراء الانتخابات وتطبيق اتفاق 17 من سبتمبر، وخاصة ما يتعلق بتدخل الجيش والأجهزة الأمنية في العمليات السياسية. ما احتمالات نهاية الأزمة السياسية في الصومال بعد قرارات الرئيس محمد عبد الله فرماجو الأخيرة؟ كيف تنظر المعارضة الصومالية إلى تكليف رئيس الوزراء بتنظيم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة؟ وهل تم تجاوز كافة الصعوبات أمام تطبيق اتفاق 17 من سبتمبر؟ كما نتساءل، ما مدى قدرة رئيس الوزراء الصومالي على إقناع الجيش بالعودة إلى الثكنات وعدم التدخل في السياسة؟ وهل يؤدي الاتفاق إلى إنهاء كافة مظاهر التوتر الأمني في العاصمة مقديشو ومدن صومالية أخرى؟ من جانب آخر، ما دور دول الجوار والدول الأخرى المهتمة بالشأن الصومالي في نزع فتيل الأزمة السياسية؟ وما دورها في مساعدة الحكومة على إجراء الانتخابات المقبلة؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيوفي من مقديشو عبر سكايب، الدكتور حسان شيخ علي نور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن اسطنبول عبر سكايب الدكتور مختار السيد، السياسي والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الصومالية، ومن الخرطوم الدكتور الزمزمي بشير، الأكاديمي والباحث بمركز استشراف المستقبل بجامعة إفريقيا. نبدأ النقاش مباشرة بعد التقرير. مبادرة يطلقها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو لتهدئة التوتر في بلاده بعد التطورات التي شهدتها البلاد عقب موافقة البرلمان الصومالي في أبريل الماضي على تمديد ولاية الرئيس وباقي المؤسسات التنفيذية والتشريعية لعامين إضافيين. الرئيس الصومالي أعلن التنازل عن قرار تمديد ولايته، مكلفاً رئيس الحكومة محمد حسين روبلي بالتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة بموجب الاتفاقية المبرمة في سبتمبر الماضي بين الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية. مبادرة الرئيس الصومالي جاءت على خلفية انتشار قوات تابعة للجيش الصومالي في أجزاء من العاصمة مقديشو احتجاجاً على قرار التمديد، ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بينها وبين فصائل أخرى مؤيدة للرئيس. وكان لافتاً ترحيب المعارضة بقرار إلغاء التمديد، وهي التي ما انفكت تدعو إلى تنفيذ بنود اتفاقية 17 من سبتمبر التي تنص على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية غير مباشرة. ويسعى الصومال إلى إجراء أول انتخابات مباشرة منذ أكثر من 50 سنة، لكن خلافات سياسية وصعوبات لوجستية أعادت الحكومة إلى اتفاق سبتمبر واختيار الرئيس ونواب البرلمان بالاقتراع غير المباشر. الخارجية التركية رحبت بالاتفاق على إلغاء التمديد قائلة إنها تأمل في بدء لقاءات إيجابية بين الفرقاء وتخطي الخلافات، أما الولايات المتحدة فقد عبرت عن استعدادها لدعم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
الصومال الذي لم يشهد استقرارا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1991 يأمل أهله اليوم أن يخرج من نفق الصراع والاقتتال. فهل تفتح مبادرة الرئيس الصومالي الباب لتفاهم سياسي بين أطراف الصراع؟ وهل ينجح رئيس الحكومة في تسيير العملية الانتخابية رغم الضغوط والتدخلات؟ أيهم سلمان لبرنامج ولنا وقفة تي آر تي عربي. أبدأ النقاش مباشرة مع ضيفي من مقديشو الدكتور حسان شيخ علي نور. دكتور حسان، تراجع الرئيس محمد عبد الله فرماجو عن قرار التمديد لعامين إضافيين، أين يضع الأزمة السياسية في الصومال؟ أولا أحيي المشاركين والزملاء اللي فيك في الخرطوم وإسطنبول. بعد ذلك قلتم في تقريركم أن الرئيس الصومالي السابق السيد محمد عبد الله فرماجو تقدم بمبادرة، وفعلا لم يتقدم بمبادرة، إنما كان رغم أنفه أجبر على التخلي بمزاعمه أو بما قام بصورة غير شرعية، باعتبار أنه عمل بالرشاوة واستخدم المال الفاسد السياسي عبر البرلمان الصومالي المنتهك الذي انتهت ولايته، فمددوا له سنتين أخريتين ورفض الشعب الصومالي قبل الجيش، والجيش الصومالي تحرك بعد أن رفض الشعب الصومالي، ولكن الرئيس السابق حاول استخدام عناصر من القوى الأمنية، فردا على هذا جاءت وحدات من الجيش وسدت لهذا، وثم بعد ذلك زحفت نحو مقر الرئاسة إلى أن وصلت بقرب من القصر الرئاسي تقريبا بأقل من كيلومتر، فلهذا لجأ إلى هذا القرار العاجل ومشى إلى البرلمان وطلب أنه أن يسحبوا للفترة التي مددوها، وفعلا التمديد هو الذي كلفهم، والتراجع هو الذي أيضا هو الآخر أيضا كلفهم. طيب دكتور حسان، لو تسمح لي يعني أفهم من كلامك أن الرئيس فرماجو لم يكن أمام خيارات متعددة، وإنما كان أمام خيار واحد، ولكن البعض يرى أنه كان في مقدوره التمسك بموقفه، وفي مقابل ذلك ربما انحدرت البلاد نحو فوضى. كيف يتمسك بمقدوره؟ الذين عايشوا وعارفون في مقدشو أن القوات التي ترفض التمديد هذا هم على بعد أقل من كيلومتر من القصر الرئاسي، وطبعا هو شبه محصور نهائيا، وطبعا ليس لديه قوة تدافعه، فلهذا هو مجبور وأجبر عليه، وكان هذا رغم أنفه ولم يكن مبادرة، إنما كان لجوءا أو كان يعني دعنا نقول تصحيح المسار السياسي. طيب أين يضع هذا التصرف من قبل الرئيس فرماجو بصرف النظر عن تسميته، أين يضع الأزمة السياسية في البلاد؟ هو يعني الوضع طبعا هو الذي ورد الشعب الصومالي والحكومة الصومالية وأمة الصومالية بأكملها باعتبار أنه عمل مراوغة وعمل تأجيل الانتخابات، وهو أصلا لم يكن يريد أن ينظم الانتخابات، فهو كان يراوغ ويقوم بالرشاوة واستخدم أعضاء البرلمان الفاسدين الذي انتهت ولايتهم، فبناء على هذا الآن لما تحركت وحدات من الجيش كان هو رغم أنفه لجأ أو انسحب أو طلب بهذا السحب أو إلغاء فترة التمديد التي لم تكن تحت الشرعية، فلهذا يعني الآن هو في وضع حرج، والبلد الصومالي أيضا في أزمة سياسية وفي أزمة أمنية، والآن يعني لا أدري كيف تكون أو كيف ما طبيعة وحجم التهديد الأمني الذي مثله التوتر الذي شهدته عاصمة البلاد وأيضا مدن أخرى في الصومال. طبعا كان تهديدا خطيرا، وكانت الصومال على وشك الحرب الشاملة، ولولا تراجعه وتعقله، وطبعا لم يكن التعقل جاء من قبله إنما جاء من قوة خارجية أيضا أجبرته التخلي بمزاعمه، حتى وصل الأمر إلى الوزارة الخارجية الأمريكية والوزارة الخارجية البريطانية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي كلهم رفضوا التمديد، بناء على هذا لجأ هذا الأمر. طبعا هو زعم على أنه تنازل أو بشهادة القبيل، نعم، لكنه لم تنازل وإنما أجبر. نعم، هذه الفكرة أصبحت واضحة. أنتقل إليك دكتور مختار السيد ضيفي من إسطنبول. البعض رأى أن قرار التمديد كان يرمي إلى الالتفاف على اتفاق 17 سبتمبر، الآن
وبعد التراجع عن القرار، أين هو اتفاق سبتمبر وكيف تبدو إمكانيات تنفيذه؟ أولا أشكركم قناة التي آر تي وضيوفك الكرام. كما تفضلتم أنه الحكومة الرئيس الحالي اللي اسمه محمد عبد الله، وهو وحكومته فشل أن يقدم البلد إلى انتخابات الرسمية الشرعية على وقتها الشرعي. في الصومال كما تعرفون هي كسائر الدول العربية غير ذات سيادة. الصومال هي ليس التي تحدد أمنها حاليا، وهي التي تغرر مسارها حاليا. والرئيس الحالي أنه تماطل، صح، أنا أوافق بعض الجزء ما قال هذا الدكتور من مغديشو دكتور حسان، أنه من كونه الرئيس قد وافق وقد نظم الانتخابات الشرعية على وقتها المناسب، لكن كما نعلم من السنوات الأخيرة منذ إطراد رئيس البرلمان السابق، الرئيس والناس الذي حواليه ورئيس الوزراء السابق كانوا يجهزون أنفسهم أن يرجعوا بحكم الرئاسة البلد 2021، ولذلك هم فشلوا أن يوحدوا شعب الصومال والجيش الصومالي ويوحدوا البلد، بس هم جهدهم السياسي والاقتصادي والأمني كان متوجه كي يرجعوا بالحكم. ولذلك أنهم الرئيس والرئيس السابق رئيس الوزراء السابق جهدهم ووقتهم وكل شيء وجهوا تدمير الولايات وتفكيك الولايات الصومالية وإبعاد الشعب الصومالي بعضه عن البعض، ومن نتيجة هذا رأينا أن الخمس الولايات الفدرالية اثنين منهم معادل الرئيس وضده هو عاداهم، نعم، وثلاثة منهم هو الذي جابهم لكي يستخدمهم كآلة يلعب فيهم ويقول لهم امشوا بالاجتماع دوس المريب 1 2 3 4 إلى ما يلي. نعم. لذلك الرئيس أنا ألومه لوما شديدا ومن كان حواليه أول وقبل وهلا، مفروض أن يوحدوا شعب الصومالي وأن يبنوا جيش صومالي واحد. لذلك رأينا أن الرئيس لما فشل صارت المشكلة كبيرة التي حدثت في لما انتهى وقته ما اتفقوا، لأنه الرؤساء الصوماليين فدراليين أو ولايات كلهم ليس بيدهم قرار، القرارهم بيد الأيدي الثانية، وهذا لا يغيب على أحد. أريد أن أعود إلى اتفاق 17 سبتمبر، وأين هو هذا الاتفاق بعد هذه التطورات وما إمكانيات تنفيذه؟ جيد جدا. الاتفاق 17 سبتمبر عام الماضي كما تعلمون أنه كان بين الولايات الخمسة والرئيس الحالي والرئيس الوقت المتدى انتهت. لذلك بعدما اتفقوا حسب ما قرأنا من الإعلام، أنا لم أرى هذه التقرير بيدي ولم أقرأها بيدي، لكن ما سمعت من السياسيين وما رأيتها من الشاشات التلفزيونية الصومال وغيره، أن هذا الاتفاق لما اتفقوا مفروض أن ينفذوا اتفاقيات لهذه الاتفاق، لكن كانت مشكلة بين ولاية البوتلان وولاية الجوبلان والرئيس، وفيما فهمنا نحن الرئيس مبدئيا ما كانت نيته أن تكون انتخابات على هذه السنة على وقتها المشروع. لذلك الولايات البوتلان وجوبلان رؤسائهم رئيس دني ورئيس أحمد عارض بعض كيف يريد يشكل الرئيس هيئة اللجنة المسؤولة على الانتخابات وكيف يكون الأمن الذي يحرسه، وكيف كانت فيه إشكاليات بينه وبين هذه الولايتين. ثم هو كان معه ثلاثة ولايات المعروفة، أم خمسة ولايات، اثنين الرئيس عاداهم وثلاثة هو الذي أزرعهم والذي جابهم والذي استثمر عليهم كثير. نعم، ربما هذه التفاصيل بحاجة إلى وقت أطول. أيوة. دكتور مختار،
أستاذ الكريم، ولكن الفكرة على وجه الإجمال أصبحت واضحة. أنا أعتذر منك، أريد أن أنتقل إلى الدكتور الزمزمي بشير ضيفي من الخرطوم. دكتور الزمزمي، ما طبيعة الضرر الذي قد يتسبب به توتر أمني وصل إلى حد وقوع اشتباكات داخل العاصمة الصومالية ومدن صومالية رئيسية على المحيط الإفريقي، المحيط الإقليمي الإفريقي؟ لا شك أن دولة الصومال دولة كبيرة وتمتد على ساحل البحر الأحمر والمحيط الهندي بأكثر من 1300 كيلومتر على هذا المحيط الهندي وعلى البحر الأحمر، وهي منطقة هامة وتؤثر في طرق التجارة العالمية على باب المندب، وكذلك هي منطقة قريبة من النفط والإمدادات النفطية من العالم ومنطقة الخليج العربي، ومنطقة قريبة أيضا من المقدسات الإسلامية، وأيضا هي قريبة من منطقة الصراع العربي الإسرائيلي. الاستقرار في الصومال، نحن لم نصدق أن هدأت النيران في الصومال وهدأت الحرب في الصومال وتعافت الصومال، والصومال بما ذكرته من موقع جيوستراتيجي وخطير جدا يسيل لعاب كل القوى السياسية، كل القوى الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحتى دول إقليمية في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وحتى السودان كانت له اتصالات سابقة بالقيادات الصومالية. هدوء الأحوال في الصومال الفترة الماضية كان مهما جدا، والرئيس محمد عبد الله فرماجي بالرغم أنه أحرز إنجازات كبيرة في الملف الأمني والاستراتيجي، أنه ساهم في بناء جيش صومالي وساهم في بناء الشرطة الصومالية وساهم في بناء الأمن الصومالي، وكانت فترته خالية من القراصنة وكانت فترته خالية نسبيا من الصراعات في مغديشو إلا تفجيرات هنا وهناك، وكانت أفضل الفترات الرئاسية الأربع التي عقبت الفوضى في الصومال. نتوقع بأن يعود الصوماليين جميعا إلى رشدهم، والحمد لله أن الرئيس محمد عبد الله فرمايو تنازل من اقتراحه. اقتراح كان خطأ وكان خطر جدا على دولة لسه بها قبليات وبها جهويات ولها بها. ما الدور دكتور الزمزمي، ما الدور الذي لعبته دول الجوار الإقليمي في نزع فتيل هذه الأزمة؟ طبعا لا شك كان دورا في بعض الأحيان كان سلبيا، مثلا الدور الإثيوبي في فترات كثيرة كان دورا سلبيا وفي فترات كان دورا إيجابيا، والسودان أيضا دوره كان إيجابيا في بناء علاقات مع القيادة الصومالية المنتخبة الجديدة والمؤقتة، وأيضا كان هناك دعم كبير حظيت به دولة محمد عبد الله فرماجي من قطر ومن تركيا في بناء الجيش بناء المؤسسات. كان لتركيا وقطر دور كبير في هذا العمل الكبير، والذي تحدث عنه ضيفيكم وزملائي على الاستوديو من مقديشو ومن اسطنبول، ان الجيش الصومالي الان تحرك لحمايه الديمقراطيه. لم يكن هناك جيش في السابق، الجيش الان الحمد لله اصبح هناك، هناك كانت جيوش لقبائل، الان اصبح هناك جيش موحد، وبالرغم انه يعاني من بعض الاشكالات، ولكن الفترة القادمة قيام انتخابات في وقتها واختيار الكيفية. الآن هناك خلاف في الكيفية التي تقوم بها الانتخابات. الرئيس فرماجو يصر على انتخاب مباشر، وكثير من الولايات تصر أن الانتخاب المباشر خطر في دولة مثل الصومال بها قبليات وجهويات، لابد الانتخاب يكون مثل غير مباشر عن طريق البرلمان في الفترات السابقة. الآن إثيوبيا طبعا منكفية على داخلها بسبب الصراعات في تيغراي، بسبب الصراعات بين الأمهرة والأروب، وبسبب بعض الخلافات الموجودة في السلطة أيضا بين الأمهرة وبين الأورومو. السودان أيضا هو منكفي على داخله، لم يتبقى إلا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية في الإقليم وقطر، وهؤلاء أشقاء عرب لا يريدون إلا نهضة الصومال، وكذلك تركيا تريد أن وأظن الصومال الآن هي محظوظة جدا بتوقف النزاع العربي، الخلافات العربية بين المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر من ناحية أخرى، توقف هذا الصراع وحدوث المصالحة أيضا ستكون لها ظلال إيجابية على تسريع القيام بانتخابات ودعم عملية انتخابية. سوف آتي لهذه النقطة بشيء من التفصيل معك
دكتور الزمزمي بعد قليل، ولكن أريد أن أعود إلى ضيفي من مقديشو دكتور حسان شيخ علي نور. إلى أي مدى يمكن القول أن التوتر الذي شهدته عاصمة البلاد انتهى؟ وهل هناك ما يضمن أن لا تعود الاشتباكات إلى الشوارع والاضطراب الأمني إلى الشوارع مستقبلا مع وجود السلاح في أيدي متفرقة؟ طبعا الوضع ما زال متوترا، وإلى يومنا هذا ما زالت القوات التي ترفض التحديد في مواقعها، كما أن الوحدات التي كانت تساعد الرئيس السابق أيضا في أماكنها. والجديد هو أنه على أنه الرئيس السابق قال أمس على أنه كلف بالرئيس الوزراء المكلف والمكلف أيضا أن يتولى ملف الانتخابات والأمن، ولكن لم تتم بعد كيف يتولى المكلف رئيس الوزراء المكلف بهذه الأمور، وهل يتخلى الرئيس نهائيا كل هذه الأمور أم فقط قالها هكذا. فلهذا الأوساط الثقافية والفكرية تناقش اليوم، وقد اتفقت الآراء، ويبدو وكأن الصوماليون يريدون أيضا أن يكتب الرئيس السابق رسالة أو وثيقة مفادها على أنه نقل السلطة الأمنية والقانونية والسياسية بشبه أو بوضع يرضي جميع الأطراف. لأنه الكلام الرئيس السابق يعني أمس كانت فيه بعض التحفظات، هو كان يريد أن يقول شيئا ويمسك شيئا. هو مسك العصا بالنصف. فالآن القوى المعادية أو الذين يعارضون بسياساته التي أدت إلى هذا يريدون أن تكون الأمور واضحة، وعلى أن يكتب الرئيس ورقة، خاصة هناك إرث سياسي صومالي، وأن الرئيس الذي قبل ولاية فترة رئاسته بخمسة أيام كتب رسالة قال فيها أنه تخلى عن المسك السيادي الذي وربما تحول هذا الى نوع من انواع التقاليد. دكتور حسان اعتذر منك على المقاطعه، العنف اعتذر منك على المقاطعه، يعني الوقت يكاد ينفد منا. اريد ان اذهب الى ضيفي من اسطنبول دكتور مختار السيد. دكتور مختار، باختصار شديد، الى اي مدى تبدو اجهزه الدوله الصوماليه مهيئه للتصدي للاستحقاق الانتخابي، وكيف ستكون هذه الانتخابات مباشرة أم غير مباشرة؟ وباختصار لو سمحت. هذه الانتخابات المقبلة يا أخي لا يعرفها أحدا من العالمين كيف تكون. لماذا؟ لأنه أولا وقبل كل شيء هؤلاء الرؤساء السياسيين الصوماليين ليس بيدهم شيء. الأمر هو في ما يسمى International Community والدول الأخرى التي كل دولة تحط يدها بهذه الانتخابات، وهذه المشاكل التي كلفت هذه الانتخابات. لو كان الشعب الصومالي يسمح له ينتخب رئيسه وبرلمانه كان أفضل. لذلك أنه 17 سبتمبر هم الولايات رفضوا الرئيس، أن الرئيس كان هو يريد أن يكون. نعم، أنا أعتذر منك دكتور مختار على المقاطعة، ولكن الوقت نفد تقريبا. أريد أن أذهب بعجالة إلى ضيفي من الخرطوم دكتور الزمزمي بشير. باختصار شديد دكتور الزمزمي، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه دور الجوار في تأسيس المستقبل السياسي بدءا من تنظيم الانتخابات في الصومال؟ أنا أفتكر أن الدول العربية يمكن أن تلعب دور، مع الشقيقة تركيا أيضا ممكن أن يلعبها دور في قيام الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن الصوماليين في نفسهم لابد أن يحددوا كثير من الأشياء. الانتخاب المباشر وغير المباشر هذا أيضا مسألة خطرة على دولة هشة مثل الصومال. الشيء الثاني، هل محمد عبد الله فرمايش نفسه سيترشح أم أنه يكتفي بهذه دورة؟ هذا أيضا مهم. الشيء الأخير، هل الصوماليين نفسهم يريدون أن يعودوا للحرب ويريدون أن يعودوا لأمور الحرب؟ الآن هذه القوات التي انتشرت كما ذكر الضيفين الزميلين أنها لأمور حرب سابقين ولهم دور كبير في حرب سابقة، وكانت لهم اتصالات دولية وإقليمية. نعم. لابد من وحدة الشعب الصومالي واتفاق الشعب الصومالي،
ووقوف العربي والإسلامي مع الإخوة في الصومال حتى يتجاوزوا هذه المحنة. الدولة الصومالية ضعيفة، لا زالت تحتاج إلى الدعم وتحتاج إلى الوقفة، وأرى أن الرئيس أردوغان أيضا أكد دعمه لعملية الانتخابية في الصومال، وكذلك الولايات المتحدة أعلنت، وكذلك الاتحاد الأفريقي، وكذلك الجامعة العربية أعلنت، وكذلك الاتحاد الأوروبي. لا بد أن تتضافر كل هذه الجهود العربية والإسلامية وغيرها في قيام انتخابات مرضية للشعب الصومالي، نعم، حتى تقف زريعة العودة إلى الحرب وإلى الفوضى في الصومال، لأن هذا يتضرر منه الجميع، حتى الولايات، نعم، المتحدة الأمريكية تضررت، حتى الاتحاد الأوروبي، نعم، تضرر، حتى العرب تضرروا حينما احتجزت ناقلاتهم. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور زمزمي بشير، الأكاديمي والباحث بمركز استشراف المستقبل بجامعة أفريقيا، كنت معنا من الخرطوم. وأشكر ضيفي من اسطنبول دكتور مختار السيد، السياسي والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الصومالية، ومن مقديشو دكتور حسان شيخ علي نور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أشكركم جميعا على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.